طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع، المادة نشيد، الوحدة السادسة، الدرس الخامس. بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن القمر والسمات التي يتصف بها القمر من النور، الجمال، بالإضافة إلى هداية الإنسان في الظلام، بدرسنا لليوم رح ننتقل إلى الشمس الرائعة. الشمس الرائعة درس نشيد، نقرأ الأبيات بالإضافة إلى شرح المفردات الغريبة والأسئلة التي ترافق الأبيات. درسنا لليوم فرح وسعادة الشاعر سليم عبد القادر في وصف الشمس وعمل الشمس والعرس، الفرحة والبهجة التي تطل على الناس عند شروق الشمس. نبدأ الشمس الرائعة، الشمس قد طلعت فالدنيا عرس، والفرحة في الأرض انتشرت، والبهجة حلت والأنس. قالت للناس صباح الخير، قالتها للزهر وللطير، هيا هبوا هيا سيروا في الأرض فهذا وقت السير. فانتشر الطير على عجل، والناس قد مضوا نحو العمل، والناس مضوا نحو العمل. رجل يصنع، رجل يبني، رجل يجني قرص العسل. الشاعر سليم عبد القادر يفرح بشروق الشمس ويصف لنا الناس والزهر والطير، جميع الكائنات الحية عند بهجة وسرورة عند شروق الشمس. طبعا البيت الأول، الشمس الرائعة، الشمس قد طلعت فالدنيا العرس، من شدة الفرح الشاعر سليم بشروق الشمس فهو مبتهج، فهو فرح، يصف الشمس بأنها الرائعة الجميلة، قد طلعت، قد أشرقت الشمس، فالدنيا دام الفرح والسرور في أرجاء الأرض. والفرحة في الأرض انتشرت، مثل ما قلنا أنه يصف الشاعر، يقول الشاعر في البيت الثاني يبين بأن دام الفرح والسرور، البهجة في الأنفس وفي رحاب الأرض، والبهجة حلت والإنس، يعني البهجة دامت في عند الإنسان والطيور. قالت للناس، شبه الشاعر أو بين الشاعر هنا بأن الشمس كالإنسان الذي يقول يتحدث. قالت الشمس للناس صباح الخير، قالت لهم صباح الخير، قالتها للزهر والطير. طبعا شرحهم بيت واضح، الأبيات كلها بسيطة واضحة. هيا هبوا هيا سيروا، هيا هبوا قالت لهم صباح الخير، هيا هبوا هيا انتشروا، هيا استعدوا امشوا، يعني بمعنى اسعوا في الأرض في رحاب الأرض، فهذا وقت السير في الوقت الصباح، يقصد الشاعر عند شروق الشمس يبدأ فترة الصباح الباكر، هو وقت العمل، هو وقت السعي، وقت الرزق. فانتشر الطير على عجل، انتشر الطير على عجل، والناس قد مضوا نحو العمل، بيت واضح انه انتشر الناس، حتى الطير انتشر ليبحث عن طعامه ومأوى له وللفراخ، والناس مضوا، الناس طبعا كل انسان راح على الشغل الذي يعمل به. رجل يصنع، رجل يبني، كل رجل قلنا على عمله، رجال الصناعة، التجارة، الحدادة، رجل البناء، بالإضافة إلى رجل الحقول، إلى البستاني الفلاح الذي يجني العسل. يجني أتت هنا بمعنى يجمع، قلنا يجني يجمع العسل. الشمس الرائعة، الشمس قد طلعت فالدنيا عرس، طلعت بمعنى أشرقت الشمس. والفرحة في الأرض انتشرت، انتشرت بمعنى توسعت أو امتدت، انتشر بمعنى امتد. والبهجة حلت والأنس، حلت سادة، حل سادة أو دامة، والأنس طبعا الأنس هو البهجة حلت، الأنس يعني استأنس الإنسان بالبهجة. قالت للناس صباح الخير، قالتها للزهر وللطير، هيا هبوا هيا سيروا في الأرض فهذا وقت السير، انتشروا اسعوا إلى العمل. فانتشر الطير على عجل، والناس مضوا نحو العمل. رجل يصنع، رجل يبني، رجل يجني قرص العسل. شرح المفردات، هبوا أتت الكلمة التالية، هبوا المفردة هيا في البيت الرابع الشطر الأول، هيا هبوا هيا سيروا، طبعا هبوا أتت هنا بمعنى انتشروا، هبوا بمعنى انتشروا. عجل
فانتشر الطير على عجل، على عجل، عجل بمعنى السرعة، وردت هنا في الأبيات بمعنى السرعة. يجني وردت في البيت الأخير الشطر الثاني. رجل يجني قرص العسل، يجني بمعنى يجمع، يجني بمعنى يجمع. ننتقل إلى الأسئلة التي تدور حول الأبيات. ماذا حصل عندما طلعت الشمس؟ ماذا حصل عندما طلعت الشمس، عندما أشرقت الشمس يا أطفالي؟ ماذا حصل؟ منقول إنه الدنيا، إنه الفرحة في الأرض انتشرت، دام الدنيا كأنها عرس، الفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس. إذا منقول انتشرت، ساد الفرح والبهجة في نفوس الناس. حصل عندما، الجواب حصل عندما، عندما طلعت الشمس، عندما طلعت الشمس ساد الفرح والسرور في أرجاء الأرض. ماذا قالت الشمس للناس والزهر والطير؟ ماذا قالت الشمس؟ قلنا قالت للناس صباح الخير، قالتها للزهر والطير. إذن منقول الجواب كامل، قالت الشمس للناس والزهر والطير صباح الخير. رح نختصر لضيق المسافة. ما الأعمال التي يقوم بها الناس عندما تشرق الشمس؟ نقول الأعمال التي يقوم بها الناس عندما تشرق الشمس، تمضي إلى العمل، رجل يصنع، رجل يبني، رجل يجني قرص العسل. نقول كل إنسان، كل إنسان يذهب إلى عمله أو يذهب إلى العمل بمعنى أدق، كل إنسان يذهب إلى العمل، كل اختصاص إلى، أو كل مجال إلى اختصاصه. مثلا كل اختصاص إلى المجال الذي يعمل فيه، الرجل الصناعي والرجل البناء والبستاني والفلاح. انتهينا من حل الأسئلة، ننتقل إلى اللغة والتراكيب. أصل المفرد بالجمع الذي يناسبه، لدينا مفرد ولدينا جمع. عرس مفرد جمعها أعراس، طير مفرد جمعها طيور، أرض مفرد جمعها أراض، أراضي. إذن مفرد والجمع. هيك بكون انتهينا من الدرس، وصلنا لفكرة الأبيات: فرح الشاعر بشروق الشمس، فضل الشمس وسعادة الشمس، سعادة الأرض، الكائنات الحية بظهور الشمس، بإشراق الشمس التي تنور، التي تنشط الإنسان، تشجع الإنسان يذهب كل إلى عمله. هذا كل ما لدينا لدرس اليوم. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في الدروس المقبلة في العام المقبل.